وجميع اللي جا من الاستثناء. وبغيت نقول المجلس المحترم لان اول مره من 92 في المجلس البلدي اول مره كنشوف اللي جا كتخدم وكيخدم. جميع اللي جا كان سبق عندنا اللي جا ما يسمى اسم مصاري. امره باش تابعت على النهار كنوقعوا عليه الدورات اللي جا اللي جا ولكن اللي جا دار الخدمه احسن ثم احسن. أو نمط الخدمات كبير مرافق العلوم التابعة للجنوس على حسب الموضوع النظام داخل الجنوس فيعطي لها الصلاحية لجنة المرافق العلومية والخدمة تم شرح اختصاصات بالتفصيل دقيق في النظام الداخلي ولو بغيت نقرأ لكم الباب ديال النظام الداخلي اللي كيحدد اختصاصات كل جنة. شكرا. في مصر مدينة دولة مع الأسف الشديد والموضوع أبي التمنيات الخوايا الخوايا المصالح الخوايا عشر الموقع الإصلاح فكنا الفرق الرياضية أرض الزرعان فتوقف في زيارة الزرعان فكنا نمير مبادرة لمتوكشن أتستخدم المدخل كرياضة مع الأسف جميع المناطق المغربية مشتركات الكلاس تيش نفوس الفرق الرياضية المدى المقصد للقدرة التي تستخدم الرياضة الشيو الأرض مع أوبيامو الهارة التي تسجلو تشرب نيرو التي تسجل مثلا وكارو اللي شن باكونا القرار غادي التونيات إلا يستخدم ريسير غادي يزيد خوانيا التي تستخدم سنة التونيات نشي توغيم توجه سابقا بشطاء الرياضة الفرق الرياضة المال والزغال التي تستخدم المداخل لأن المداخل الاستقرار الراقي منعدمه بتاتا ويجب الطموح وقلنا وسابقا مبادرايا كعلي معنا السي مخيكسي العامين عامين الشيخ لابانيا بالنسبه للبلديه بلد خص كنيو كنيو كيلو مارجان المحيط غير الاغلبيه ولكن ذهب وغلبنا ان يوجد كانوا في السابقه هذا السن تستخدم ازاي ولينا غادي تنيا هو ما كان تصفر غادي تنيا اذا غادي تنيا تبقى غير بوها ولكن عليك تبقى فيك راس الصح غاتمشي لفراقيا غادي تزيد لفراقيا لان الشباب غادي تحضر الثمن ديالي غادي القهوة غادي العمر غادي تقيم الاجتماعات الى اخره ولكن ما غاتزيد وشكرا. هذا السي علي على المجلس المحترم اللي عنده السياده في هذا المجلس الى بغى المجلس يعترف بالفرق الرياضيه والجمعيه فهو واسع الله ولكن كاين واحد القرار احنا كبلديه اللي عندنا اجراءات ماليه ولا الطوله هذه وغير المداخل ما انا ما نعرفش المداخل نبغي في المداخل ولكن هذه وهذه سي واحد يجي التوازن انا في ما ودابا صعب العام الاخير سنه اللي استعداد الاداره ديال الوضعات اللي عندها دابا 380 مليون في الميزانيه ما كان الجيو بالعجز ومازال واحد 300 مليون ديال الموظفين ديال ما يسمى لي رابيل ديالهم. لهذا المجلس الى بغى تراها ما يكونش تحمل اللي صدق عليه عطى فرق رياضيه ثلاثه ولا هذا المجلس واسع هذا مش عاوتاني لك الفكره السي علي يجي واحد مكون غادي يتحدث بالاموال حتى هو كيعطي البلديه اول باش يجيب انتشار هذه حنا مازال ما وصلناش هذه النهار اللي تخصو يكون عندنا قانون باش يصير الرئاس هو باش يزيد ويصير يحتاج جمعيه رياضيه ولا جمعيه ثقافيه ولا ما يسمى الناس المساكين المعوقين حنا لا راجع قانون باش غدا اذا تعطى شي جمعيه ولا شي طرف يكون عندنا قانون من جيت دابا ناخذ دابا نجمع كلشي خصنا دابا نصرفوا ولا عندنا خاطر السلطان كيدير شي جنايات خاصني نعطيو فرق رياضية إلا مشيت تبقى بالأغلبية ولا بالإجماع لا راه ماشي أنا ما نرجعش هاد الدور دابا كنديرو في إطار قانون كنا شفنا ولا باش غدا هذيك ممكن مثلا الإدارة الفرق الرياضية تعطيلو بثمن رمزي مزيان مزيان هاد الفكرة حنا ما وقعناش ولكن دابا كنناقشو اللي كتقول
راه ما يمكنش تنفيذوه لانه كنديرو كلش تحملات ولا كيربطنا يعني الان خلوا الداخل يدير تسريب الجلسات وغادي نحترموا، إلا ما غاديش نبقاو نحترموا راه ما يبقاش منا من فوق الاحترام. خمسة د المرات أنت كتقول واش كان شي متدخل آخر؟ واش كان شي متدخل آخر؟ كان على النعناع متدخل واحد في هذه النقطة، نمشيو مباشرة للمصادقة والسلام عليكم. القانون أو نظام الدعم، ولكن أريد أن أنبه الرئاسة فقط لأن ظهرت مستجدات. فتدخل ديال السيد الرئيس قال يمكن نعطيوها إذا بغى المجلس لا كنقولوا الآن راه كنديروا كناش تحملة يعني راه فيها شروط راه خاصها تدخل سمسارة يعني ما فيها لا جمعية لا هذه لا هذه يعني كناش تحملة هو اللي غادي يقول لنا من نعطيوها هو اللي غادي يفوز بس وهذا مجلس تدبير الفضائيين هو اللي كان غادي يشرف على هذا المكسر فالان كاين امور اخرى المجلس له واسع النظر شكرا في يقول المجلس حسن نظن حسن المجلس المعارضون لا أحد الممتنعون واحد أربعة نمشيو اللي كاين راه تاعي إلا كاين وقت دابا الوحدة صافي راه وقت ثالث وحدة نأجلوا هاد أجلوا النقاط الدورة الثانية ما سالوش عليك اليوم القانون ديال الشعب الخبيث بالعكس راه اليوم الجهة اليمينية ديال البلد ديال مدينه الزرغان عبر سيتو لازار واللي وقعت بزاف الحوادث تماك وانا اشاره مرور عاد نمشيو نهضروا على الاخر عن لي دوطاني هذاك المسائل ديال الاخر يا اما تندار تماك شرطي المرور يكون تما ديما لوكيتا ديال الكلام اللي عندهم القرايه وعندهم هذه الى اخره وانما واذا تندار تماك شي حاجه ديال بحال لي دوزار وداك الشيء وما خصناش نحرموا التلام كاين ما كاين شي مؤسسه تعليميه خصها تندار تماك اشاره المرور بالنسبه للتلام ديال البلديه والاقتراح ديال السلطه المحليه والاقتراح ديال الامن وكذلك الاقتراح ديال الممثلين تجهيز النقل بالنظر هاد الاقتراحات درتها للجنه ورفعت توصيات للبلديه لان هاد اللجنه اللي دارت هاد المشروع وهاد الشيء راه ماشي ما دارتش الاخطاء دارت الاخطاء يمكن دارت الصح ولكن فوقاش غادي يبان العيوب وداك الشيء بعد التطبيق والمجلس له الصلاحيات
باش يعاود ذاك الاغلاط اللي كان داير. ما نقولوش بان كلشي اللي كان ديرو راه صحيح، كاين الاخطاء وكاين الهفوات وكاين هادشي، ما غاديش اللي دار. كذلك غادي نشير النقطة اللي الاخ السي محمد عزام بالنسبه للعلامات ديال الثانويات والاعداديات والمدارس، عندنا واحد العدد لابورتيز المدارس الثانويه ما كانش العلامات ديال بان خص تحتار بان كاينه مؤسسه تعليميه تما. بالنسبه للعلامات المروريه العموديه، علامه المرور نعم، علامه منع الوقوف يمينا ويسارا في الشارع ولا راجل انطلاقا من شارع محمد الخميس الى حدود جزيئات، نعم على هذه جزيئات نهى ماشي جزيئات وهي دابا جزيئات نهى. وبالنسبه للعلامه داروا يعني منع الوقوف يمينا ويسارا، يعني كيحيدوا يمينا يخليو غير يسارا، الشارع راه فيه تسعود الامطار، يعني يحيدوا يمينا يخليو غير يسارا. يعني كاين بعض المدارس ما عندهمش بحال مدرسه بوكو دابا حدا راه ما عندهاش ممر رجلي، يزيدوا ممر رجلي، يعني كاين بعض المؤسسات عاود يزيدوا لها في المسكينة. نجيبوا هاد الجهه ديال الصعب، ها الطوبينات، ها الكيران، هكذا، غادي ما بقاش كسميتو. حاولنا باش نقسموا هذاك الشيء بما الكيران ما قانونيا، هذاك التوبيسات اللي كيجيو زنغان ما عرفتش شحال، واش وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ما عرفتش شحال، وما كيديو حتى فرانك البلديه. هما راهم في الوسط ديال الشارع، ها المسجد، ها التاكسي، ها المشكل اللي عندنا هنا. حاولنا باش نديرو نلقاو شي حل، ويمكن منكم غادي يجي هذا الحل، واللي السبب اللي جعل باش غادي يديروا هذيك العلامات سميتو جيت. بالنسبه للتطبيق كما اشار السي علي، بغينا التطبيق، حنا راه زايدين غادي في التطبيق، مشينا للمحوات راه طبقنا، راه مشينا غادي نمشيو لهاد السي الجولان اللي غادي تصدقوا على هاد الشيء المسائل نمشيو له. وشكرا. والاعداديات والممرين الرجالين، لان هناك التلاميذ اولادنا الصغار كيخرجوا من المدارس بحالكم كيديروا الزمان كيجري كيدير كيقول لك التشويض و حتى ما يسمى التشويض. يعني المحطه علاش حنا درنا لهم موقف ثاني للحافلات امام مستعد البارد وشارع محمد الخامس؟ يعني لما كيتاداوش هادو بحال التاكسيات يعني يجيو يدوروا يمشيو ما عندهمش محطه في المدينه، ما كانش موقف سياره حافلات يعني تلغى، يعني يدوروا ثم يطلعوا الفوق يديروا الرومبول يعني الموقف سياره يعني ما كيتخلص، عندو لهم موقف اذا ما كيتخلصوش يعني ما كيديروش عن محطه كاين الناس اللي خدامين كيمشي ربع خمسه الخطرات كيتخلص ما تشوفش تشغيل واحد كاع ولا شي حاجه في بعض المشاريع هي السياسه. انا لابد الا بغيت التوبيس ما ديروش في المدينه يواصل لك المسعود يواصل لك ما هضرش انا هضرت ما عندكش كاين ما نجاوب طلعوا في المدينه اسمح لي واش كيقول هضرت انا كيقول لي غلطت الا غلطت هو يا ربي تحيي التوبيس ديرو التاكسي من المدرسه ولا خلص وعملت الحال عملت واحد مثلا كاين التاكسي ديال الزهراء ديال النابور صافي لا تاكسي مابور تاكسي زغرغر لي زغرغر كيتخلص بوان ديبار لي زغرغر كيتخلص بوان ديبار كيتخلص بالنار عاود يقول له ما يجيش الناس اللي كيخلص كل واحد كيعرف يخلص ديبار بوان ديبار ولكن حنا التوريست كيعطي الساكنة باش تعرف هذه مزيان الساكنة اللي كاين الطلبة كيمشيو خدامة هادي راه التاكسي استاذ التلاميذ كاين تضرب في النار كاين الناس اللي كاين يتراجعوا مع خمسة الخطرات هذا التوبيس ارخص ولهذا عندك شي عاوتاني تعقيب تفضل الى هذا التوبيس ما يتخلصش يجي يدور الزنغان المواطن يوقف عنده اذا ما يوقفش نص ساعه ساعه في الشارع كيف غنديرو هناك ما عندوش المحطه ما عندوش المحطه ما يتخلصش يعني يدور يزيد كيفاش يزيد هو انا ما كنقولش انا ما كنقولش كيفاش اسمح لي باش ما يدخلش انا لا ماشي ما كيدخلش واش التاكسي واش التاكسي اسمح لي واش التاكسي ديال النظر اللي عندنا ديك النقطة ديال غادي النظر ما يدخلش؟ يعني كاين الاتفاقية ما بين التاكسية ديال الزنقرة والتاكسية ديال النظر، يعني الموقف السيارة كيديروا وحدة وحدة ولا جوج جوج، المهم النقابة بيناتهم كيتفقوا كيديروا كيسيروا الشغل ديالهم، أما الطوبيس اللي ما عندوش المحطة ما كيتخلصش
كيخلص المجلس الاقليمي الا كانت هي مشكل تستافدش من المجلس الاقليمي كتعطيك ماشي منها كتستافد وما حنا ما عارفينش واش شحال كتستافد واش تفهمي شحال كتستافد انا ما كنقولش الشريحه يعني المواطن ما كانش طوبيس طوبيس يكون ولكن شويه المدارس نعرض هذه النقطه على المصادقه الموافقون الى موافقون سكرتير المجلس واحد المعارضون ممتنعون غدا مع 10:00 كاين واحد الاجتماع حدايا الملعب البلدي باش تتجدشي الملعب نهائي يحضر السيد المفتي ديال الجامعه ويحضر السيد العامل جميع الاعضاء والفرق والمناصب الاعلاميه راكم مستعين مرحبا بكم. 10:00 المشاركه للمواطن الزهراء غنعطي الكلمه للسيد الكاتب العام اللي كان درا واحد التقرير من جهه مدينه مرباط اللي مشكورين مزيان هذا الخطاب ها؟ دمينة السفيفة البلدي أعضاء المجلس في لقاء تواصل اليوم 8 جانفي 2015 من أجل دراسة النقطة الثانية دي وثيقة خطط العامة الرياضية للمشاركة المواطنة بأزغنغان وقد تلا اجتماع أعضاء مجلس التنظيم الإداري والتنشيط الثقافي والرياضي والشركة يوم 11 يناير 2016 وقد تمت دراسة ومناقشة هذا الموضوع بإمعان كما قام رئيس قسم الشؤون الثقافية السيد عبد الناصر الشارف بتقرير مفصل في هذا الموضوع أشار فيه إلى بعض قوانين المنظمة المجالس والهيئات التي جاء بها دستور 2011 وفي الإطار القانوني الذي يحدد الآلية التشاركية للحوار لتسيير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برنامج العمل المنصوص عليهما في المادة 119 و120 من قانون التنظيمي كما أشار إلى السياق العام لخطة العمل الريادية لمشاركة المواطن والأهداف المتوقعة من برنامج التقوية والمراحل والأشواط التي قطعتها هذه الخطة عبر ورشات ولقاءات كان آخرها اللقاء التواصلي تحت رئاسة رئيس المجلس الجامعي لأزغنغان وبحضور السادة أعضاء الجامعة ومجلس جمعية بدائل المغرب الآنسة ابتسام الزيبري وذلك يوم 18 ديسمبر 2015 حيث استعرضت فيه كل المعيقات والمشاكل التي تعترض الآلية التشاركية بالجامعة ثم الحلول المقترحة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المواطنة بأزغنغان وبعد نقاش جاد ومستفيض من طرف الحاضرين بخصوص هذه النقطة تم الاتفاق على رفع مشروع الخطة الجماعية للمشاركة المواطنة إلى الجلسة العامة للمجلس الجماعي برسم الدورة فبراير 2016 وشكرا. كذلك تم نقاش مستفيض خلال لقاء تواصلي عقد بمقر بلدية في هذه القاعة وقبل ذلك عقد كذلك لقاء تواصلي خلال الولاية السابقة وخلال خطة كتجاوب وأخيرا كيف سيتم تنظيم المشاركة؟
المنهج الجامعي اللي تعتمدت بالخطه اول بالله التشخيص، تشخيص مجالين الجمعيات، شنو هما مجال الاشتغال، شنو هما عدم الجمعيات، نسبه النساء، نسبه الاطفال الى اخره، كل ما يتعلق بتشخيص الجسم الجمعوي اللي كيوزن. ثانيا تحديد المشاكل، شفنا معاهم المشاكل اللي عندها الاولويه اللي كتعلق بالتدبير ديالهم وتتحقق العمل الجمعي وبالتالي كتحقق المشاركه في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. كذلك شفنا المقترحات، من بعد ما شفنا المقترحات جبنا الخبراء، اعتمدنا خمسه الخبراء الدوليين اللي عملوا لنا اليات لتنفيذ هذه المقترحات. مشينا لصيانه الخطه، من بعد مشينا للمصادقه، المصادقه ديال المجلس في طريقه تواصلي كان جمعوا المده بدا المغرب، وثم دابا المصادقه النهائيه باش تولي وثيقه في دوره عاديه للمجلس. المجلس كيستنى المجلس من هذه الخطه هذه. اولا مواصله الخطوات اللي دارها قبل في تطبيق تشاركي، كنعرفوا بانه المجلس دار واحد التطبيق تشاركي مجموعه المرافق العموميه خاصه التسويق الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه. هذا كنذكركم بانه دار ملعب الكره اللي احدى العشاء مهضر مزيان كاين اتفاقيه التطبيق التشاركي. بالنسبه لساحه المجلس حتى ثاني كان اتفاق التطبيق التشاركي، جمعيه المركز الدولي الطبي كذلك كاين اتفاق التطبيق التشاركي، والنقل الجامعي كاين التطبيق التشاركي. هذا غادي نواصلوا في هذه السياسه هذه خاصه ما يتعلق بالمرافق تكون اجتماعيه وثقافيه والرياضيه. ثم غادي يجي في المرحله الثانيه ايفالواسيون تسقط على المستوى العملي هو برنامج عمل جماعه. برنامج عمل جماعه هذا اللي غادي يخلق مخطط جماعي للتنميه. حنا في القانون السابق كان عندنا مخطط جماعي للتنميه، دابا غادي يصير قدام هكذا يوضع برنامج عمل جماعه خلال مده 6 سنوات نيجيريا. هذا كاين كذلك خصو يكون منهج تشاركي وخصو يكون بناء على تشخيص تشاركي. هذا التشخيص التشاركي اللي غادي يشمل الجمعيات سواء في التشخيص او في وضع وبرمجه المشاريع والحاجيات ذات الاولويه. غادي نجيو بالحاجيات اللي هي التواصل في المقام الاخر. غادي نوصلوا كذلك جميع التدابير اللي قدمتها الجماعه كامل هذه الخطوه اللي كتصدق عليها. ما يتعلق بالموقع الالكتروني، كان عندنا جماعه كان عندنا موقع الكتروني، غادي تحاول تحيي من جديد وديروا التحكيم ديالو. كذلك غادي نخلقوا ما يسمى بالاذاعه الجمعويه، كاين واحد فكره ناجحه جدا في بعض المناطق نموذجيه واللي زنقان فيها ذلك الجمعيات اللي مشات في اطار كاين اذاعه جمعويه، عندنا مركب ديال الفضاء الجمعوي دار فيه الاذاعه الجمعويه باش تكون تواصل مستمر، تكون فيه مقررات ديال الدورات، تكون فيه كعيادات رسميه، تكون فيه كعيادات المنافع والمضار، تصاميم تهيئه الى اخره اللي عندها علاقه جميع مع الغول العمومي. كذلك كاين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باش نزيدوا التواصل جماعه التواصل اكثر مع الساكنه، خلقوا صفحات التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك او في تويتر او في انستغرام. غادي نجيو لاحداث النشرات الدوليه كذلك اللي كتنشر فيها المواقع المشاريع ديال الجماعه والمقترح ديالها والمقرر ديالها. في اخر المطاف غادي يكون عندنا لقاء تواصلي كينص القانون كل سنه، النظام الداخلي كينص عليه كينص بانه غادي يتم لقاء الرئيس على الاقل مره في السنه مع مختلف مكونات المجتمع المدني. هذا واحد الشريك اساسي اللي غادي يواكب معنا هذه الخطه هذه واللي غادي يكون الشغل الشاغل قبل ما دار الدوره ديال الماء هو احداث لجنه المساواه وتكافؤ الفرص والدواء الاجتماع اللي غادي نديروا هو لقاء تواصل مع الجمعيات، لانه الرئيس هو المؤهل باش يقترح هذا الاعضاء على المجلس، ولكن غادي دائما ينجز المقاربه التشاركيه لقاء تواصل مع القريب غادي نديروا مع الجمعيات باش تحدد لائحه الاعضاء اللي اللجنه واللي كيحددها النظام الداخلي اللي فيها النساء ديال كل فئه معينه. وشكرا لكم. شهدات اكثر من 50 جمعيه مختلفه في المجال، مع العلم انه من داخل هذا الاخر كانت عندنا جوج ديال التنسيقيات ممتازه، التنسيقيه الاولى اللي هي التنسيقيه الاتحاد المسيحي الجمعوي وكذلك شبكه جمعيه الازمه. فبالتالي هذا الجمعيات كلهم توافقوا او توافقوا على تحديد ست مشاكل كبرى اللي غادي تشكل من اللي غادي نعتمدوا عليها باش نبلوروا واحد خطه العمل لتعزيز المشاركه المواطنه على خلال ست سنوات القادمه. هذا علاش؟ اولا لان القانون كاين في المجلس، ما بقاش مساله اختياريه، الرئيس والمجلس ملزمين باش يديروا اليات للتشارك وللتحاور مع المجتمع المدني ويحاسب عليه الا ما داش. ثانيا كاين عندك اليات اللي ما يمكنش ديرها بلا ما تكون عندك عندك مشاريع ما يمكنش ديرها بلا ما تكون عندك هذه الخطه هذه. غادي نعطيك المقام الاول برنامج تنميه الجماعه.
اللي كيوصل اول ما غادي يشرح ليه المجلس الولايه ديالو انه يتبع على واحد البرنامج. السادة الأعضاء جميعا حاضرين والغائبين متعودين ولجان الإعلام تخرجوا بأجمعهم درعامهم من المسلوبهم وحتى الحضور الكريم والجمعية الرياضية وخلنا نرفع الجلسة وقد كنعلمكم بأن يوم 17 جوج 2016 عندنا الجلسة الثالثة باش نكملوها جو الأعمال الساعة 10 صباحا واخيرا كنشكر اخواني الاعضاء ونشكر جميع المضيفين والحضور الكريم وسمحوا لينا اذا وقع شيء لان هذا هو النقاش الحاد لان كنحسبوا حاله صحيه.